على أي حال لازال مسؤول فريق أبها غير متجاوبين في هذه المسألة، أمل أن لا يكون هذا اعترافا بالخطأ أو الخلل في هذا التنسيق. في جانب آخر، بعثت إدارة نادي النصر باستفسار للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر البريد الإلكتروني للتأكد من الموعد الرسمي لمباراة الفريق أمام السد القطري والتي ستقام في الدوحة ضمن منافسات دوري الأندية الآسيوي 2011، وذلك نظرا لتضارب المعلومات الواردة للنادي، حيث أن جميع الخطابات الواردة من الاتحاد السعودي لكرة القدم تشير إلى أن المباراة تقام اليوم الأربعاء 6 إبريل 2011، في حين أنه ومن خلال الاتصالات التنسيقية بحسب حديث والمركز الإعلامي بين النادي والسد أوضحوا أن المباراة ستقام يوم الثلاثاء الموافق 5 إبريل 2011. هذا في الحديث الذي جرى اليوم من قبل إدارة نادي النصر، والشاشة ربما توضح أن المباراة بموعدها في موقع الاتحاد الآسيوي توضح أن المباراة ستقام في 5 إبريل. عبر الهاتف أرحب بالمتحدث الرسمي لنادي النصر الأستاذ طارق بن طالب. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساك الله بالخير أخي رجاء، وأبارك لكم وأبارك للقناة الرياضية برنامجكم الملعب. أشكرك. اللي أتمنى يكون برنامج للجميع إن شاء الله. أولا تعليق أولي، لازالت المواعيد غير واضحة أو الموعد غير واضح لمباراة السد؟ أستاذ الكريم خليني أوضح نقطة. في الجدول الأول اللي صدر من الاتحاد الآسيوي المباراة في يوم 6 أبريل. نعم. طبعا هذا يعني أساس الأمانة يكون قبل ما كان يتأهل نادي السد، لأنه كان نادي السد يلعب في منتظر تأهله. ما حصل أنه آخر خطاب تلقيناه من الاتحاد السعودي لكرة القدم من الأمانة العامة كان بشأن الحكام، ويؤكد أن المباراة طبعا الخطاب تلقيناه يوم 7/4 هجري موافق 12 مارس، فيوضح ان المباراه والحكام وان المباراه تاريخها 6/4 6 ابريل يعني. طبعا بعد كذا احنا اعتمدنا على خطاب الاتحاد السعودي لانه هو مرجعنا يعني. اللي حصل انه الاخوه في اداره الفريق تعرف احنا قبل فتره دائما من المباراه نسق على اساس جداول التدريب والسكن وخلافه والاشياء التنظيميه لمغادره البعثه اللي خطر. نعم. فوجئنا انه قالوا المباراه 5، احنا كنا نطلب التمرين الرئيسي يكون لنا يوم 5 اللي هو قبل المباراه. الاخوه في قطر فاجئونا قالوا ان المباراه يوم 5. وهذا ما حصل، وهذا الجدول الجديد من الاتحاد الاسيوي. طبعا اعتقد انه هناك لبس عند الاتحاد السعودي ويعني عدم متابعه. هذا جعلنا طبعا احنا نخاطب الاتحاد الاسيوي مع انه مرجعنا الاتحاد السعودي، ولكن عشان الوقت لكن احنا غدا سنرسل خطاب توضيح للاتحاد السعودي يعني عن موعد المباراه. وانا يعني جدول الاتحاد الاسيوي طبعا جدول الاتحاد الاسيوي منظم وتداوله معروفه. طيب المباراه هي يوم 5. طيب استاذ طارق، لماذا خاطبتم الاتحاد الاسيوي؟ ما استفسرتم من الاتحاد السعودي من امانه الاتحاد السعودي؟ والله احنا اسسنا مساله الوقت يعني احنا اليوم المساء اكتشفناها، فبكره الصباح احنا موجهين خطاب رسمي للاتحاد السعودي اللي هو مرجعنا احنا. بس فقط من الاتحاد الاسيوي نستفسر عن موعد المباراه حتى نقدر نجهز الفريق الارتيبات المعتاده. لكن التضارب كان واضح في الخطاب الوارد من الامانه وخطاب الاتحاد الاسيوي الذي فيه ماذا الحكام او شيء من هذا القبيل، كان واضح؟ الخطاب الواضح من الاتحاد السعودي لكره القدم من تكليف الحكام يوم المباراه اللي هو يوم الاربعاء الموافق 6 ابريل. هذا الخطاب تلقيناه قبل 10 ايام. طيب الامانه ما تخاطبتوا معها او ما تحدثتوا مع احد فيها خلال اليوم الساعات القليله الماضيه؟ والله احنا اكتشف الموضوع اليوم، الاخوه قلت لك في الفريق يعني صارت اتصالات اليوم على الفريق القطري الشقيق على اساس ننسق مواعيد التدريبات ومواعيد السكن وتعرف الترتيبات تجهيز المعسكر الفريق. طيب وجانا احنا كنا على اساس انه نطلب منهم انه يكون التمرين الاخير لنا يوم 5 ابريل وهم قالوا لنا لا المباراه يوم 5 ابريل. فكان يعني رجعنا لخطاب الاتحاد السعودي اللي اخر خطاب وجدنا منهم. طيب مشان تكليف الحكام كان يوم 6/4. شكرا لك استاذ طارق بن طالب المتحدث الرسمي لنادي النصر متحدثا عن المواعيد المتضاربه في المخاطبات الخاصه بين النادي النصر او بين الامانه
أمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي النصر. جمال عارف في جدة كيف تعلق؟ والله شوف أنا يعني أنا بصراحة أستغرب يعني هذا الشيء يحصل، لأنه في نادي النصر في نادي في منسق الإعلامي والمنسق الموجود، وكان حضر ورشة العمل في الاتحاد الآسيوي، وبالتالي عنده الجدول كامل. لكن الخطأ أنا أعتقد أنه خطأ أمانة الاتحاد العربي الاتحاد السعودي عندنا أنه أرسلت بالخطأ في يوم 6 أبريل. يعني أنا أتصور أنه نادي النصر كان يعتمد أساسا على خطأ على الجدول الرسمي من الاتحاد الآسيوي، اللي هو طبعا أكيد حيكون موجود في نادي النصر وفي الأندية السعودية المشاركة أكيد عندهم الجدول، لكن يمكن في خطأ من الاتحاد السعودي أمانة الاتحاد السعودي. ولكن هذا الشيء يعني ما مفروض يحصل، لأنه إحنا الآن وصلنا لمرحلة كبيرة من من العمل الاحترافي، يفترض إنه هذا العمل ما يخطي لا من الأمانة العامة للاتحاد السعودي ولا من نادي النصر. وأنا أتصور إنه نادي النصر تأكد الآن إنه 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 المباراة يوم 5 أبريل صحيح على حسب الجدول الموجود عندهم، ما يمكن خطأ من أمانة العامة الاتحاد السعودي. طيب. ويجب أن تعالج المشكلة هذه. أستاذ عبد الواحد، وقبل ذلك الفرق السعودية ستلعب في يوم واحد في 5 أبريل ستلعب 3 مباريات معا في ذات التوقيت. الهلال سيلعب أو في ذات اليوم الهلال سيستضيف الجزيرة، النصر سيلعب مع السد القطري، الاتحاد سيحل ضيفا على الوحدة الإماراتي. 3 فرق سعودية في نفس اليوم، هذا أيضا مرة أخرى نعود للجدول حتى المحلية. لا هو شوف يعني أنت تلعب يعني في يوم واحد الفرق السعودية، أنا أعتقد أنه ليس ذات إشكالية، خاصة إذا كان هناك فارق التوقيت بين المباريات. ولكن يعني ما حدث بين المواعيد المباريات يعني ربما هذا مثال بسيط يعني لعمل اللجان الذي تحدثنا قبل قليل. جاتك النسمة ها؟ لا ربما يمكن الزميل العزيز يعني الأستاذ جمال عارف يعني ربما دافع يعني بقوة عن اللجان وقال أنه ما فشل. لا ما دافعت. أنا قلت في إخفاق وما قلت كل اللجان. لكن بعض اللجان في عندهم عدم توفيق، وهذا من ضمن الاشياء، بس ما لا اكثر ولا اقل. لا دافع عنهم ولا اشتغل في اللجان انا ترى على فكره عبد الواحد. طيب حصل خير. ولكن يعني انا اعود واقول يعني يعني عمل مثل هذا يعني هو لا زالت يعني الامانه هو تغير الموعد، يعني فعلا هو الجدول الاولي كان في 6 ابريل ولكن الموعد الجديد في 5 ابريل. بالضبط يعني هو تحول، ولكن لا زالت امانه اتحاد الكره تتعامل على التعديل او على الموعد السابق بالضبط دون ان تلاحظ التغير.